وللمزيد مشاهدينا الكرام من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مباشرة مراسل أكسترا نيوز كريم رجب. أهلا بك كريم. بداية يعني ربما يأتي انعقاد المنتدى في نسخته الثالثة انعكاسا لحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الإفريقية في ظل توتر العلاقات الدولية والتحديات المختلفة التي تواجهها بكل تأكيد القارة الإفريقية. تفضل. نعم سما، يعني ربما هذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، وكذلك أيضا وزير الخارجية السيد سامح شكري، وأن توقيت هذا المؤتمر هو بالغ للأهمية، خاصة أنه يأتي بعد جائحة في ظل أعقاب جائحة كورونا، بالإضافة أيضا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أضرار سلبية وأزمة اقتصادية طاحنة، بالإضافة أيضا إلى أنه ينعقد قبل أشهر قليلة من انعقاد المؤتمر 27 للتغيرات المناخية والذي سينعقد في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ بمصر. كل هذه يعني الأسباب جعلت من هذه النسخة نسخة مهمة للغاية، لأنها تطرح فيها كافة القضايا المتعلقة بهذه الأزمة، سواء كانت الأزمة الروسية الأوكرانية والأثار الاقتصادية السلبية الناتجة عنها، بالإضافة أيضا إلى قضايا التغيرات المناخية. كان هناك قاسم مشترك بين كلمتي الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد ووزير الخارجية سامح شكري، وهو أن هناك مجموعة من القضايا هي التي ستتصدر واجهة النقاشات هنا في هذه النسخة، من بينها الأمن الغذائي وكيف يتأثر المجتمعات الإفريقية بأزمة الغذاء، وخاصة أنها أزمة عالمية، بالإضافة أيضا إلى توفير الموارد اللازمة لتوفير المواد الغذائية لشعوب القارة الإفريقية، بالإضافة أيضا كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة في ظل هذه الأزمات المتلاحقة والمتعاقبة. أيضا قضايا التغيرات المناخية لها نصيب كبير من النقاشات في هذا المنتدى. نحن نتحدث أيضا على أن القارة الإفريقية يعني لديها نصيب ضئيل من الانبعاثات الضارة يبلغ نحو 3.8%، ولكن الأضرار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية هي أضرار كبيرة تعاني منها القارة الإفريقية، وهناك تقارير دولية تقول أن دول القارة الإفريقية تحتاج إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 لكي يتم تمويل المشروعات التي تحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية. ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أشار إلى أنه يجب على الدول المتقدمة أن توفي بتعهداتها فيما يخص تمويل هذه المشروعات. كان هناك تعهد من الدول المتقدمة بأن يكون هناك تمويل نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020 لتمويل هذه القضايا المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية، ولكن هذه الدول لم تفي بما وعد به حتى وقتنا هذا، وبالتالي هذا أيضا سيكون من ضمن النقاشات المهمة داخل أروقة هذا المنتدى في هذه النسخة. أيضا قضية أخرى كان يتحدث عنها الرئيس السيسي وهي متعلقة بمكافحة الإرهاب، وطرح مجموعة من القضايا والإشكاليات، وقال أن الدولة المصرية استطاعت أن تطرح بعض المبادرات وأطلقت العديد من المشروعات التي تحد من الإرهاب، من ظاهرة الإرهاب، بالإضافة أيضا إلى الهجرة غير الشرعية، وقال أن هناك أن القاهرة أطلقت مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وهذا المركز الذي أسهم بشكل كبير في مساعدة الدول الإفريقية في مكافحة الإرهاب، هذه الظاهرة التي كانت تؤرق الدول الإفريقية وتستنزف طاقة الشباب، خصوصا أن الشباب يشكل نحو 60% من التركيبة الديموغرافية في الدول القارة الإفريقية، وهذا أيضا هو عصب التنمية كما يقول البعض هنا، بالإضافة أيضا إلى هناك مركز الاتحاد الإفريقي للتنمية وإعادة الإعمار ما بعد النزاعات في الدول الإفريقية. كل هذه المبادرات أطلقتها مصر لكي تقوم بالمشاركة مع الدول الإفريقية في مواجهة التحديات والوصول إلى السلام والتنمية المستدامين. نعم، بتوجه إليك بجزيل من الشكر مراسل أكسترا نيوز كريم رجب من مقر انعقاد مؤتمر ومنتدى أسوان للسلام والتنمية في نسختها الثالثة. شكرا جزيلا لك كريم.